أن بعضنا يتفرغ من أعماله ويترك وظيفته ويترك الدنيا كلها ويجلسون في بيت الأعمام وأبناؤهم والإخوان وأبناؤهم، ثم يجلب عليهم المفاطيح وكراسي الحفلات، حتى أن بعضنا في أيام العزاء لو ما تعرف أن هؤلاء عندهم عزاء ظننت أنها حفلة من الحفلات، قهاوي وقهوجي وطعام. من قال أن هذه السنة؟ السنة ألا يأكل في بيت الميت إلا أهل البيت فقط، زوجته أطفاله عياله، ونعطيهم طعام يكفيهم هم، مهم مفاطيح تمد. وبعضنا الآن في المقبرة والله أنتم ذبيحتكم، العشاء عندي، الناس الرجال ميت وهم يتعازمون في المقبرة، وهذا يحلف أن يعشيهم القابلة وهذا يعشيهم. السنة قال الحبيب اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر طعاما، أسماء بنت عميس وعندها أربعة أطفال، هؤلاء هم الذين يطعمون. وليس من السنة انقطاع الناس عن العمل ويجلس من الساعة 9 إلى 12 في الليل، ما وردت في السنة ولا في صحيحها ولا عن سلف الأمة. العزاء يعزى المصاب من أبنائه، من هو اللي متأثر مرة يقال له أحسن الله عزائك، واللي مهم متأثر ما يقال أحسن الله عزائك، يقول غفر الله لميتك. واللي نلقاه تعبان مرة بسبب المصيبة نذكره فنقول لله ما أخذ وله ما أعطى. وليس ثلاثة الأيام مشروعة ولم ترد في السنة، بل الإنسان يعزى في الطريق، تلقاه في المسجد تسلم عليه، أما تأتيه في البيت وبعضهم بيعزيها الآن قبل القبر وعند القبر واليوم الأول واليوم الثالث. والمشكلة الثالثة في العزاء أن مجالس العزاء مجالس ضحك وصخب وغيبة ومعصية، ساعة ساعتين بعد ما يجيون من المقبرة ثم مع صقع الفناجيل والمفاطيح سوالف في العقار، بل بعضهم يحلل الكورة والمنتخبات والأندية في مجلس عزاء. أهذا عزاء؟ هذه مجالس معصية ليست مجالس طاعة، وهذه تؤذي الميت ما تنفع الميت. إن كانك صادق وبتدفع ذبيحتين